انا ما عندي. تفضل اي. اوكي. L'axe horizontal du solénoïde est dans le méridien magnétique du lieu plan vertical contenant le vecteur champ magnétique terrestre. On place au centre du solénoïde une petite aiguille aimantée, libre de tourner dans un plan horizontal. Quelle est l'orientation de l'aiguille au cas où le solénoïde n'est pas parcouru par un courant et parcouru par un courant? Illustrez vos réponses par des schémas. C'est ma question la j'ai اوكي عندي اللونجور للسولونويد هي 80 سنتيمتر. طيب ان سولونويد اي كونستيتيي دان انرولمون دو 200 سبير سور اون لونجور دو 80 سنتيمتر. بارتي ا كالكولي لا فالور دو شام مانيتيك كريي با على انتيريور دو سولونويد بور اي ايغال 1 امبير. جبناها هيدي اي ايغال 1 امبير. طلع معنا البي بهالحالة إيجال قد إيه؟ قالوا لي إياها قد إيه طلعت معكم؟ إحنا حليناها هيدا صح؟ إيه حليناها طلعت 2.51 فوا 10 إكسبوزون موان 3. تسلا. هلا البارتي بي هي اللي موضوعنا هلا. لا تقول إذا طلعت سونويد بس صوتك كتير بس صوتك راح. صوتي كتير واطي مش تمعين. ضيق شوي لشوف اذا فينا نظبط فيه. طيب هلا ماشي الحال بالنسبه للصوت. طيب عم بيقول لي الاكس دي سولونويد اي دون لو ميريديان مانيتيك. اول شيء لازم نعرف شو هو الميريديان مانيتيك صح؟ انا شرحته. حدا مذكره شيء؟ الميريديان مانيتيك هو البلون فيرتيكال يلي بيحتوي الشوم مانيتيك تيرستر. اوكي مسيو، بس باول شيء نحن كنا حاسبين هديك المره طلعت معنا غير البي. ما بعرف اللي بدكم اياه البي شو طلعت حسب الفالور ميزيرو ان اي سو الكالكول. اذا الكالكول غلط من نرجع بنظبطه. حدا نقلني اياها انا هيدا. هو 3.14 هو شو بيطلع؟ شو بيطلع عيدي؟ 3.14 في 10 اكسبوزون موان 4. اوكي 3.14 في 10 على بوسانس موان 4. جبناه من خلال فورمول بي 0 ان اي سير ال. ما بدنا نغلط بالكالكول هيدا. طيب اذا نحن جبنا اكوي امونتي وجهناها بهالاتجاه هي لحالها بتتوجه ال سوريونت دون ان سونس بيان ديتيرميني. هل اكوي نحن حاطينا هيك الشاسيه تعيتها توجهت لهون. هيدا دائما هو النور مش هيك؟ توجه نحو النور. هيدا سود. اوكي توجهت بهالاتجاه. هلا تخيلوا هي على سطح الارض موجوده والسنتر دو لاتير مركز الارض السنتر تاع الارض او. طيب جسم هالاجوي هيدي من السود هون للنور هون بيعمل دروات صح؟ دروات هيدا مع البوا او بيعملوا بلون مضبوط؟ Ce plan est le plan méridien magnétique. يعني هو droit على الأرض على centre مع centre O. هو plan بشكل الأرض لقسمين. أوكي بيقطع قسمين بس الموجه في الدروات اللي هو فيه سود نور مانيتيك ترستر. يعني اذا عندي هاي الارض هون اوكي سيلاتير هيدا الاكواتور هون عندي بول نور هون بول سود. اذا واحد حاطط اجوي هون حتتوجه بهالاتجاه مش هيك؟ حتعمل هيك. هيدا الدروات مع السونتر دراتير بيعملوا بلون. هيدا البلون اللي بيعملوه هو
البلون اللي عم نحكي عنه بنسميه بلون ميريديان ماجنتيك دون لو ليو كونسيديري دون لو ليو دو ليغوي. اذا كانت الاغوي هون صارت بتوجه هيك شيء كمان هيدي الاغوي مع سنتر دالاتير ديتيرمين ان بلون اونيك سي لو بلون ميريديان ماجنتيك اون سو بوين دون سو ليو. وضحت؟ ما وضحت استاذ؟ بس نعم مش اذا نور ونور يعني لازم يعملوا ريبوسي صحيح. بس هون بالتسمية بالتسمية هون هيدا مش هو نور هي معناتها سود ماجنتيك بس هي بتوجه احنا قلنا اول ما بلشنا بالدرس انه الاكوينتريكا حرة لحالة تتحرك البول اللي بتحول بتحرك نحو النور بنسميه نور بول نور دي تسمية بس مش معناتها انه هي عم يجذبها النار لا هي سود هيدا سود مانيتيك بيكون طيب. مش الحال بالنسبة للنوم فيرتيكال يلي بيحتوي الاكوي فاذا الميريديان مانيتيك هو النوم فيرتيكال اللي بيحتوي الاكوي كانت الأجوية متوجهة بهالاتجاه والأكس تاع السولينويد هو نفس الكونفوندي مع هاي هذا اللي بهمني أنا مش هيك الأكس تاع السولينويد يعني أنا إذا بدي أرسم السبير تاع السولينويد حأرسمهم هيك تخيلوا معي أوكي هيك رح بطل أرسم هون رح كفي من قدام عشان تضل مبينة هيدا الشريط الثاني وهيدا الشريط الاول اوكي وهيدا انتربتر وهيدا جنراتور هاي بلس وهاي مو. طيب هلا عم بيقول لي بدون ما نحط كورون كيف بتتوجه الاجوي وانا مسجد للنور هاي سيد نور تعيد الأجوية يا أوكي أوكي أستاذ هلا كيف تتوجه مثل هي سيد نور جيوغرافي بلا كوران مانيتيك بدون كوران الرست أون بلاس إيه بالضبط بتطلع مطرحها تتوجه على البلان سيد نور يعني على سيد نور مانيتيك شايف على نور مانيتيك وسيد مانيتيك سيد نور مانيتيك توجه في الاتجاه صح طيب هلا لونس كونفي fermer l'interrupteur K. Que se passe-t-il? Alors, un courant circule dans le solenoïde, dans ce sens. Dans ce sens. Qui va t'harrak l'aiguille? L'aiguille sera soumise à un champ magnétique dans quel sens? Akid, hiya bil-awwal m'arrada tahta ta'sir champ magnétique terrestre, ta' l'ard, mazbout, avant ma nhot courant, في عندها الشون مانيتيك ترستر هي متوجهة عليه يعني سمي الاكسيون بالشون مانيتيك ترستر هيدا هو هيدا البي دو لاتير بي اوريزونتال ترستر فعلا طيب لما نحن حطينا كورون صار في عندي شون مانيتيك جديد هو شون مانيتيك كريي بار لابوبين هيدا البي كريي بار لابوبين Donc l'aiguille sera soumise à la résultante de ces deux champs. Ça, résultante de la champ. Alors, la résultante. Ah, on حسب شوف كيف. أول شيء في عنا شيء بنسميه équilibre stable وفي عنا شيء بنسميه équilibre instable. رجعنا للميكانيك هلا. لقلك شو مثلا عندي هذي بول وهذا تيج ريجيد. تيج ريجيد صح هيك هون عندي اكس اوكي هون عندي اكس اذا تركتها للبول هاي كيف بتعمل تثبت هون صح هذا الاكيليبر هذا بنسميه اكيليبر ستاتيك او ستاب طب في ثبتها انا بطريقه ثانيه حطها هون هيك وبحط البول هيك
وفي ثبتها هيك، هون في اكيليبر كمان صح؟ ما في ثبتها هيك؟ بقدر، بس هذا الاكيليبر اللي فوق بنسميه اكيليبر انستابل. انه اذا صارت سوميز على جرافيتي بتنزل لتحت؟ لا، ما هي سوميز على اكسون دو سونتر دو دو، قصدي انه اذا فلتت يعني. ما هي احنا مفلتينها كمان، بس قصدك اذا لكشناها شوي صغيره من هون شو بتصير؟ بتوقع لتحت وببلش تعمل اوسيلاسيون، اي ال سارت دون سا بوزيسيون ديكيليبر ستابل. هيك قصدي. ايه، فاذا هي بالاكيليبر انستابل ما بتبقى على طول الا اذا تعرضت لاي شيء حترجع على الاكيليبر ستابل. بس اثنيناتهم اكيليبر بنسميهم اكيليبر، صح؟ شوف هالاجوية اللي هون سومي على اكسيون، الاجوية سوميز على اكسيون دو بي ترست اي دو بي. هلا بدها تروح باتجاه الاقوى، او لانه في اكس للبوبين هون عم بشدها، فيها تبقى مطرحها بكل الحالات. مضبوط؟ فيها تبقى مطرحها وما تتحرك. هذا اكيليبر انستاب بنسميه. والا اذا بنبرمها شوي للاجوية البرون لارجلتون دو سيديشون، يعني بتروح باتجاه الاقوى. اوكي؟ ال سوريونت اي برون لا ديريكسيون دو لا بلو جروند بشكل عام. فرضا كان الكورون بالاتجاه المعاكس، صاروا اثنيناتهم دون لي ميم سانس، هم ما في عندنا دو اكيليبر، في عندنا اكيليبر واحد، حتبقى مطرحها. فاذا بالحاله العامه هون لكوي ريست اون بلاس. حتبقى مطرح، اوكي؟ سواء كان عندي اكيليبر ستابل او اكيليبر انستابل، حتبقى مطرح. ماشي الحال؟ فيك تعيد لأستاذ؟ ايه، هيدي البوان ام يلي هون الاجوي، لنقول عم نشدها نحن بشون بهالاتجاه اسمه بيتا ريست، وعم نشدها لهون، ما بعرف مين الاكبر انا هلا هون، او بعرف مين الاكبر، هاي اكبر البي تعيت الشوماتيك تعيت الكورون اكبر من بيت الرست، لانه هذيك 2.94 هي تروفر بيل 2.94، فاذا هيدي البي تعيت الكورون. طيب هيدي معرضه تحت تاثير دوشون، لوين بدها تبرم؟ هي عم بشدها هيدا الشوم باتجاه الاقوى، مش هيك؟ بشكل عام باتجاه الاقوى، صح؟ بهذا الاتجاه. هلا بما انه في اكس للبوبين كمان عم بقاوم عم بشدها، في الاكس يعمل رياكسيون بهالاتجاه بهالاتجاه بشكل انه يكون الريزلتونت لهم اثنيناتهم زيرو، ويبقى في عندي اكيليبر هون. هذا النوع من الاكيليبر بنسميه اكيليبر انستاب. فاذا الكوي لكوي ريست اون بلاس بتبقى مطرح. وفي احتمال ثاني الكورون انا اعمله بشكل انه هيدي البيتا ريست بتاعت الارض هون، وهيدي البي كري بار الكورون، يكونوا دو ميم سانس، هيدي بي تاعت الكورون. فاذا لكوي سرا سوميز على اكسون دو لا ريزلتانت اللي هو جمع اثنيناتهم، فاذا لكوي هون اكيد ريست اون بلاس، بس هون ريست اون بلاس بس لفتره معينه، الا اذا كان في اختل التوازن الموجود هون. لوسكو ليكليبر اي رومبي الور ال تورن 280 ديغري بور بروندر لا ديريكسيون دو بي كريي بار لو كورون. باللي تحت يا استاذ اكيليبر ستابل. ايه هاي اكيليبر ستابل لانه دو ميم سانس، بس قد ما يكون قوي ما بتتحرك الا اذا انه تغير دائرتها مثلا. ايه بس دائره صغيره، او اذا كانت هي برامج شوي، لو الهواء حركها شوي حتاخد اتجاه الريزلتانت، حتاخد اتجاه البي الكبيره. اوكي. طيب هلا الاكزرسيس نيميرو 14 مش رح اشرح فيها كثير هاي، لانه دو شون دو ميم سانس، بس رح اشرح بالثاني وحده ال14 بالتفصيل اكثر بال14. نعم فيك بس تطلع شوي، بس بدي اصور اوكي. ما حكينا كثير نحن بالنسبه لهاي، بس شرحنا شوي. بس استاذ الشرح حيكون بال14 نيميرو 14، لانه شون ما بيكون الاكس بيربوندكولار او ما بتكون الاجوي او الاكس للسولونويد ما بيكون على البير دياماتيك، بيكون بير بوندكولار عليه. ايه لو اي
كنا نسألك نحن ما إنه نحن ما جاوبنا على السؤال، هو قلنا إنه ني با باركوري بار ان كورون ولا إيه ولا لا؟ أول شيء معنى السؤال إذا ني با باركوري بار ان كورون جاوبنا على السريع، قلنا الريست أون بلاس صح؟ أوكي. إيه يعني إذا الـ E إيجال زيرو الريست أون بلاس، إذا الـ E ديفيرون دو زيرو إذا الـ E ديفيرون دو زيرو كمان الريست أون بلاس إكليبر ستابل وأنستابل صح؟ هون في عندي لانه احتمالين حسب السونس دو كورون ما تحط السونس دو كورون اذا حطيته باتجاه بيطلعوا شلون بهذا بهالشكل هيدا اللي هون اوكي واذا ما حطيته بصير باتجاه ثاني يعني هاي ثاني وحده مش الحال اكتب الشكل كريان بتفصيل اكثر نرجع نشرح أنا كنت شايل الشرح التفصيلي لثاني وحدة فينا نطبقها على الكل ماشي الحال؟ بس صوتك بعيد لأني عم جهز الشارج كودي البطارية الأستاذ بيكون أحسن جابت لأنه يعني حاجة أستاذ مش هو في دوشون تريستال؟ بلا أحسن في عندي دوشون إذا مش مفهومين كتير برجع بشرح من جديد كل اللي هون حطينا بس البيتا وحطينا البي اش هيون اثنيناتهم هي البيتا ريستر هي البي اش بي اورزونتال ريستر نحن ما بنستعمل البي او بيتا ريستر كلها سوا بنستعمل البي اورزونتال ريستر ما بنستعمل الثانية؟ لا لأن نحن هودي مش مطلوبين منك كانوا قليجمهم رح ارجع عيد ماشي هلا سي اي ايجال زيرو لغوي اي سوميز او شون مانيتيك بي اوريزونتال ترستر شون تاع الارض دونك ال برون la direction de ce champ. Deux, si I différent de zéro, l'aiguille est soumise à deux champs B créés par le courant I et B horizontal terrestre. ماشي الحال لهون؟ oui. Donc, الكونكلوزيون اللي بدنا نستنتجها هلا ليكوي هي بالحاله الثانيه هون نقول شحطه هون هيدي ما في تروا شحطه ثانيه ليكوي دوا تورني دنونغ الفا بور بروندر la direction de leur résultante. Qui est de même direction que B horizontal terrestre, car l'axe du solénoïde est confondu avec le plan méridien magnétique.
اوكي مش الحال هيك هيك شرحنا رجعنا بشكل تفصيلي استاذ فؤاد حكينا انه اذا دو مام سونس او دو سونس ديفيرون ايه هون بتعني دو الجواب تاع اثنين سوا مره واحده انا هون تحت اذا لاحظتي Elle doit tourner d'un angle alpha pour prendre la direction de leur résultante. Ou on a deux possibilités. ممكن تكون عندك champ magnétique terrestre بهالاتجاه هو دائما باتجاه واحد طبعا هي الهورزونتال terrestre بأول حالة. Champ magnétique créé par le courant كمان ممكن يكون بهالحالة هيك. فالاجوية بدها تضل مطرحة يعني الديريكسيون للريزلتانت لإلهم هي ذاتها هي الريزلتانت. هلا هذه قاعة كادو هيدا البي اوريزونتال تيرستر بعده بهالاتجاه هلا البي كريي بار لو كورون بهالاتجاه البي ريزلتانت صار لانه دو فيكتور دي سونس اوبوزي بكون هو الريزلتانت الديفرنس بيناتهم هيدا هو البي ريزلتانت فاذا الاكوي بتاخذ الديركسيون للبي ريزلتانت يلي رسمته هلا اوكي بالأولى بتكون 180 درجة نعم بالأولى يعني بتكون إكليبر ستابل أحسنت هون إكليبر ستابل هون أنا ما اعتبرت فيه إكليبر بالمرة أوكي اعتبرتها بتتحرك باتجاه الريزلتانت أوكي يعني هون جواب أشمل أهلا وسهلا بكون الجواب أشمل شوي هلا بننتقل للإكزرسيس اللي بعده خلصنا هون مش الحال استاذ مش الحال يلا ننتقل يلا الحال استاذ مرسي 14 لاكس سولونويد اي بيربوندكولير او بلون ميريديان ماجنتيك هو نفس الاكزرسيس بس بدل ما يكون دون لو بلون ميريديان ماجنتيك صار بيربوندكولير او بلون ميريديان ماجنتيك اون بيتيت ايغوي اي مونتي موبيل اوتور دان اكس فيرتيكال اي بلاسي او سونتر دو سولونويد Lorsque le solenoïde est parcouru par un courant électrique d'intensité I, la direction de l'aiguille fait avec l'axe du solenoïde un angle alpha égale 45 degrés. Quelle que soit l'intensité I du courant, on donne 15 ans. Baden, ok. Je vais vous donner شو بدنا نعمل يا سارة؟ سارة دقيق. وي. شو بدنا نعمل بهالإكزرسيس؟ عم بحاول استوعب. طيب. احنا هون قبل سؤال قبل كان عندنا كونفوندو صح؟ صح أحسنت هذا الفرق بس. هو عطينا أصلاً كيف فتلت الإجوية صح؟ يعني مش عم بيسألنا شو بصير صح وبس بده يلا نحسب الانتنسيتي الكورون مظبوط صح طيب خليني بس اشرحها عملياً هون عندي هيدا البلون ميريديان ماجنتيك لنفترض أنا تركت الإجوية حرة تتحرك هيك مثل ما بدها اجت هيك بهالاتجاه فاذا هيدا البلون ميريديان ميريديان اوكي هيدا القلم اتجاه القلم بيرمز للبي اوريزونتال تيرستر مطرح ما تحركت الاجوي سبونتانمون لحالها طيب عم بيقول لي العكس ذا سولونويد هي السولونويد هي اياها هي السولونويد العكس لها بيربوندكولار على الميريديان ميريديان شايف كيف هيك
فإذا صارت الأجوي معرض للتأثير، هيدا الشون طبعاً إذا في كورون، هيدا الشون اللي هو ميريديامينيتي بي أوريزونتال ترس، ولما بنمشي الكورون بقلب الأجوي شو صار عندي الشون كريه بار الكورون هون بيكون أو بهالاتجاه أو بهالاتجاه حسب الصوت. لنفترض صوت الكورون بهالاتجاه فهتكون البي بهالاتجاه، صار عندي بي بهالاتجاه وبي بهالاتجاه. هو عم بيقول لي كانت الاجوي هيك، الاجوي تورنا دو 45 دجري، طلعت من البلون هيك 45 دجري، يعني لا عادت بالبلون ميريديامانيتيك ولا عادت كونفوندي افيك لاكس دو سورنويد، صارت تاخذ اتجاه الريزلتانت بين اثنين ساو، اخذت هاي الديركسيون 45 دجري. عاطين البي اوريزونتال ترستر قديش قيمته، مش عاطين البي تاع السورنويد، طالب مني أدي كورون إليك. هيدا هو السؤال. وضح أكثر؟ إيش وين مش؟ أنا هرجع أحضر لها الحصة. عن جد؟ لا أفهم أكثر لأنه. طيب. أنا هون بدو مني الإي بس أنا. إيه. ما معي البي هيك قصدك؟ احسنتي، ما معي البي كريب على الكورون، بس معي البي هيدا شو اوريزونتال ترستر، البي تاع الارض معي اياه، انا ما معي البي اوريزونتال ترستر، لازم استعمل البي عفوا معي البي تبع الارض ما معي البي تاع الكورون كريب على الكورون. يعني في عندي طريقه استعمل فيها البي تبع الارض عشان اجيب البي تبع السولينويد؟ اكيد اكيد اكيد. شو هي؟ نفس اللي قلتون أنا هون. L'aiguille dans ce cas, elle est soumise à l'action de deux champs. L'aiguille est soumise à deux champs. B créé par E et B horizontal terrestre. L'aiguille doit tourner d'un angle alpha, اللي هي 45 degrés dans ce cas, pour prendre la direction de leur résultante. OK. هلا هون هول بقيل مش مزبوطين لأنه سؤال السؤال اللي التاني. لازم استعمل بطريقة ما الألفة تبعية كيف فتلت الإجوي مع البيت غاز عشان تجيب البيت تبع السولنويد؟ ايه يعني عندك انت هاي البيت ترس عم بيشتغل دون الاسباس، هاي البيت اوريزونتال ترس يلي معي، هاي البيت كريي بار لكورون اللي هي بورتي بار لاكس السولنويد، الإجوي حسب ما عم بيقول لي دوا تورني دان اونغل الفا بور بروندر لا ديريكسيون دو لور ريزلتانت، هير ريزلتانت بي ريزلتانت لاتنين سوا. اوكي، كانت الاجوي هون بدها تبرم اونغل الفا، هي هي الالفا ايجال 45 دجري، علما انه هاي كانت 90 دجري.